هلا والله حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا بهذا الفيديو راح اخليك تكون اسرع من الخصم بألف مرة. مثل ما تشوفون، اذا انت نازل بهاي المدينة حاول اول ما تنزل على الشباك. راح تقول لي ليش؟ من راح تنزل هنا راح تسيطر على كل المنطقة كلها، وهاي راح تكتسب نقطة لصالحك. راح تكون عندك اسرع من عندهم وتشوفهم قبل لا يشوفونك، وتقدر تفايت وياهم بكل سهولة. مثل ما تشوفون قدامكم اني نازل هنا، تمام؟ من تنزل هنا انت اعتبر الجيم الك، مستحيل راح تموت الا نادرا اذا انت كنت ضعيف بالكلوز. فانا منزلكم شرح قبل عني كلوز، وراح انزلكم مره ثانيه. مثل ما شفتوا ذولا شلون قدرت اطقهم بكل سهوله، تمام؟ شوف لي شغله، هسه اني كلين وهستوى نازل، تمام؟ من تنزل هنا راح اقل شي تطلع من هذا المكان، تطلع تسعى كله فوق. ليش؟ راح تقدر تشوف كل اللواعيب، يعني مثل ما قلت لكم تشوفهم انت قبل لا يشوفونك. وشوف فقط مو بس هاي، انه حاول التمركز الصحيح بهذا البيت. مثل ما تشوفون يسا قدامي، تمام، اثنين تقريبا. انا ما نزلت، انتظرت، بيقت منا، لان اذا بيقت منا صعب الخصم راح يشوفك، يعني كل الصعب. فمن ما تشوفون انتظرته بس يطلع نزلته. من نزلته شوف لي انا شلون نزلت، ما رحت يسار، لا، اللي رايح يسار راح يطقني. شوف ما طلعت يسار منا، رجعت منا من اليمين، الخصم ما يقدر يشوفني. فهم ما تشوفون كان مطيني ظهره، فاني دمجته وصار الافضليه الي، واني كنت اسرع من الخصم. يعني هاي نقطه بس ركزي عليها. السرعه مو شرط تكون انه بسرعه حركتك وما ادري شنو، السرعه هي بالذكاء. صدقني اذا طبقت كل شيء اللي اقوله راح تسيطر على الخصوم كلها، وراح تسوي كلها منا. ارجع وانطيكم مثال ثاني، مثل ما تشوفون نفس النزله اللي نزلت بيها على الشباك، وشوفوا شلون قدرت اشوف كل اللواعيب. ليش اقول لكم تكون الافضليه لك وتكون اسرع من الخصوم؟ مثل ما راح تشوفون قدامكم، يعني كلها كانت اوبن علي. يعني هاي ابسط طريقه، اذا انت لاعب وتدور كلات وتلعب كيدي او تلعب تغييم، تقدر تطلع منها باقل شيء 9 كل 10 كل وتكون مرتاح. وطبعا هسه اكثركم انه يسال شنو بيها اللي نقطة ضعف هذا المكان. نقطة ضعفها صح النيدان والحارقات، بس بوياي ماكو شيء اسمه نقطة ضعف. راح احلكم هاي الشيء واخليك تتمكن كلش من هذا الفايد. شوفوا قدامكم بشو سكواد هنا، وراح يدرسونا نيدات وحارقات، وصاحبي راح يروح بيها. بس انا ايش سويت؟ تعال هنا، من تجي بهاي الزاوية صحيح انت ما راح تقدر تشوف، بس من تحول منظور شخص الاول لا، راح تشوف كل اللي قدامك وتشوفهم بافضلية لك مثل ما تشوفون قدامكم، والخصم مستحيل راح يتوقعك. شوفوا لي هنا بشوا اربعة، تمام، اشتغلونا نيدات وحارقات، ويعني انا لو باقي يم صاحبي راح نحصر اثنين، ذبة حارقة بداخل الشباك وذبة حارقة منا واحترقنا، تمام. بس انا واصل هنا بالزاوية، ودائما اذا تقعد بالزاوية ما راح تجيك اي حارقه، ما راح تقدر تدمج بيها. شوف لي هذا وش نزلته، من نزل واحد اطلع عليه لو يكونوا خمسه، وراح تقدر تدبلهم، لان ما راح يتوقعونك اصلا انت هنا، لان راح يتفاجئ يقول هذا مين طقنا. فهاي نقطه تحتسب لك، وقلت لكم ماكو شيء نقطه ضعف يم فرق. طبعا اذا انت كنت بالعماير وتعرفون العماير اكثر من سكوادي بوشلها، واذا فايتت سكواد محترفين وفوقها كم سكواد محترف، حاول قبل لا تدخل الفايت تكون عندك هاي الطاقة الزرقاء حد النص او فول. هنا لازم تكون شوية انت اسرع من عندهم بالحركة، تمام. من بشوا عليك لا تطلع كامل، تسوي ديك فقط، حاول تفنشه حتى يقدر يبوش صاحبه. من يبوش لازم تدمجه، لا تضيع عمك وترتبك، لان اذا ضيعت عمك يعني سلم لي اذا ما دمجته راح يكونون هم عندهم فكره عليك انه انت ايمك كلش ضعيف بالكلوز، فراح يبوشون بنصك. مثل ما تشوفون هنا انا غيرت مكاني حتى ما يذبوني، دائما خليك حرك وذبلهم نيدات وحارقات، ولا تكون ثابت بمكان. فليش اقول لكم لا تبقون ثابت بمكان واحد؟ مثل ما تشوفون يعني اكو ناس فوقاي، تمام، فهم توقعوا انه اني لي ورا راجع، ما توقعون هنا. فصاحبي سوى قبل بش، انت راسا نطلع الثاني وطقه، لا تنتظر يبوش لك، اذا انتظرته راح يطقك. فشو تسوي هنا؟ فنش وفعل طاقه وانسحب، لان اكو سكواد فوقه، وبعد ما تهيل وتكمل ارجع لهم، وراح يكونون السكواد الثاني ايزي عليك، لان انت دبل السكواد وراح يقولون هذا وحش كلش. طبعا اذا متت ورجعت على ماير وكانوا اكو ناس فوق، ابد ابد لا تغير اتجاهك،
خليك على مكان واحد وانزل، من تنزل انزل بهذا المكان كفر دائما يكون ادوم، من يبوش لك حاول تسوي دروب شوت. ليش؟ لان يعني هو راح يكون ايمه رافع على الخوذه مالتك، تمام؟ من يسوي دروب شوت راح تضيع ايمه، فراسا انزل على صاحبه لا تخليه يصعد لك، لان يعني هو راح يكون خايف انه جماعته ثلاثه نوك ومن تنزل له ما راح يتوقعك. زين اكيد هسه كلكم عندكم سؤال انه فريك شلون نفايت بالبيت هذا من جوا يعني مو فوق، وتعرفون يما فريك ماكو شيء مستحيل. مثل ما تشوفون دولة كلش كلش لعيبة، لان كان السيرفر خليجي، تعرفون السيرفر خليجي ما شاء الله عليهم كلش لعيبة. شوف لي التمركز، التمركز الاساس، الاساس بهذا البيت. انا وين تمركزت بالضبط بهذا المكان اذا انت تريد تواجه سكواد، اذا كانوا اربعة. كل اللي عليك ما زال انت اللي زمت هاي المكان، لا تستعجل نهائيا وخلي بشورك عكس كل الاماكن، لا تنتظر خصم يبشلك، تمام؟ مثل ما تشوفون هنا انا دمجت، رجعت على نفس المكان وانتظر. راسا راح يبشولك هم من اليسار، دائما راح يبش واحد راح تطقه بكل سهوله. ركز وياي لا تطلع عليهم، سوي بيك، من سويت بيك راح تقدر تنزل، لو انا طالع راح يكونون ثلاثه بوجهي راسا ينزلوك. ارجع هيل دمك لان بقوا اثنين مو واحد، تمام؟ راسا لا تطلع، سوي هنا سوي بيك. راح تنزل واحد منهم، اكيد الرابع راح يكون خايف، سوي جامب. من سويت جامب اذا ما دمجته رد ام ارجع عليه، لان هو بعد ارتبك وصار خايف. فراح يكون ايزي عليك الفايت، دائما التمركز الاساس بهذا البيت وسرعه حركتك وذكائك. زين اذا نازلين عماير واكو سكواد جواكم تفايتين، شنو اللي راح تسوي؟ كل اللي عليك لا تنزل من اليسار، عكس صاحبي شوف انزل من اليسار، تنزل من اليمين لان اكيد هم دا يتفايتون باليمين، لان راح يكون الكفر انهم احسن من اليسار، تمام؟ فهنا فنش، من تفنش حاول الطب، واول ما تدخل ارمي، تمام؟ واذا كان عندك شتجن يكون بعد افضل، لان راح يخاف وراح يرتبك ارتباك مو طبيعي. فايش تسوي؟ راح يكون ايزي عليك الكل اذا انت بيدك شتجن وبالعماير، تعرفون فايتات العماير ما شاء الله صايره كلها دبس او شتجن ابط خمسه. ركز وياي بهذا الفايت، اذا انت تحاصرت باي مكان دائما دائما اذا اربعه واكو ناس مكفرين اللي يبشون، دائما لا ترمي اللي يبش، دائما ارمي اللي مكفر له، لان راح يكون شويه ايمه اقوى من اللي بش، لان هو راح يكون مركز عليك، تمام؟ فمن طقيت هذا اعتبر سكواد كله انكتر، راسا انزل له، من تنزل له هو بعد طاحوا من جماعته اثنين، فراح يكون خايف فد مره، وراح اطقه بكل سهوله. طبعا فايتات العماير اللي اكثر الناس كلها تحبها حاليا ما شاء الله، وياهم ابد والنوب شايلين شداقل ودبس، بعد مستحيل تقدر تواجه. مثل ما تشوفون دول نزلوا متاخرين لين متنا ورجعنا، فاني نزلت قبلهم، تمام؟ من ينزل واحد راسا نفتر علي طقه، لا تنتظر ابد ابد، الانتظار ابد مو حلو بالعماير، تمام؟ كل الكلام اللي راح اقوله ابد ما يخص هذا الفايت، راح يخص الفايت اللي بعد هذا، وكتبوا لي شنو الشيء اللي خلاني اطق الخصم بدون ما قدر يدمجني وهو شاي شتجن. فكتبوا لي بالتعليقات وراح اخليكم ويا الفايت، واللي يعرف راح اثبت تعليقه وخليكم ويا الفايت.